مشكلة في الاسايمنت؟ ها؟ أول واحد كله يعني مفيش مشاكل؟ نعم. يجوز كده ويجوز كده. اما خليني اقول احكي لكم موضوع الاوتلايرز ده يعتبر موضوع مهم جدا. مفيش داتا بنجمعها الا وتلاقي كده فيها اوتلايرز. اوتلايرز يعني ايه؟ يعني مثلا وانا بسجل صوت فيه صوت عربيه زن، فخلت الكلمه اللي بسجلها ولا الجمله فيها حاجه نشاز مش طبيعية، فلما بروح اعلم السيستم بيها أو يعني اشتغل عليها بيديني حاجة كده. او واحد مثلا بيقيس الحرارة مش بالضرورة الترمومتر كان غلطان، بس هو بيكتب الحرارة يعني ايه. النهاردة في الاهرام مثلا بيقولوا في خبر كده بيقول ان هيدوا الدولار مش عارف ب 8 ل 8 ونص في الاهرام، من 8 ل 8 ونص نسبة الفايدة على الدولار، يعني البلد عاوزة تجمع دولارات وبتاع فحط في كده. كاتبينها 0.8 إلى 0.85%. أنا لأني يعني فاهم الرينج ومتابعه، فده أكيد غلطة. غلطة واحد هو بيكتب غلط. فدايماً بنخلي بالنا إن بنعمل حاجة اسمها داتا كليننج، والبعض يحب يسميها كلينزنج. تكلين الداتا يعني ايه؟ واحده من الحاجات المهمه وانت بتكلين الداتا تحاول تشيل الحاجه اللي شكلها غريب. اللي بيسموه الاوتلايرز ده حاجه من الاثنين، لا اما حاجه ضاره بنشيلها غلطه، واحد هو بيسجل رقم غلط، واما حاجه بريشس جدا، معلومه خطيره جدا لازم ننتبه اليها، لان هي صحيحه بس هي يعني ايه بتدل على ان الشخصيه دي اللي المعلومات دي بتاعتها غير عاديه. زي ما حكيت لكم المره اللي فاتت الجماعه اللي هم قاطعين تيكت وان واي وكلهم من الشرق الاوسط وكلهم بزنس كلاس وكده اهو، وما عندهمش شنط في العربيه، هي هاند باج بس. فده يعني اوتلاير يعني، او حاجه كده غريبه بس يعني ما تلفتش الانتباه، لكن ما بالتحليل وجد ان ايه في باترنز معينه ممكن تبقى فيري كريتيكال يعني. تمام. فالاوتلايرز ده قضيه انا بس حاططها في الاساينمنت السنه دي، حتى ما كانش موجوده قبل كده علشان انبهكم اشوف النتيجه هيحصل فيها ايه لو عندك رقم من الارقام كان فيه غلطه، تلاقي المسألة اختلفت خالص. كويس. مثلا عادة كده يعني ما بين 2-3% ويمكن توصل ل 5% من الداتا البعيدة عن المين ستريم ممكن تخلص منها والسيستم بتاعك يتحسن مش يسوء. واخد بالك؟ يعني لو عندك 100 نقطة أربع خمس نقط منهم بعاد شوية، لو أنت بتعمل لينير ريجريشن أو نون لينير ريجريشن ممكن يشدوا لك الموديل ناحيتهم، خاصة لو هم بقى مش بالانسد، مش اتنين هنا وتلاتة هنا والدنيا بالانسد وآثارهم هيتلاشى، لا لو الخمسة في اتجاه واحد بوظوا لنا الموديل. البريدكشن لأي حاجة جديدة تلاقي فيها أخطاء كتيرة أوي. فمساله الاوتلاير ان احنا ده انا بتكلم في نقطه عمليه، مش لو اجيب لك مساله فيها خمس ست نقط كده لا، لكن لا كده. ولو جبت لك مساله وفيها نقطه غريبه جدا برضو يعني حاول تشير الى ذلك، يعني انه احتمال دي تبقى اوتلاير. واخد بالك؟ فديت طبعا ده موضوع كبير بقى، ازاي نقدر لو الناس بقى متعمقه طب ازاي نقدر نشيلها
النقاط ديت وازاي نقدر نقل يعني، اصل انت كمان لو شلت نقط كتير انت خسران، دي معلومات. فيعني ازاي تقلل قوي النقط اللي انت بتشيلها في نفس الوقت تحافظ على الانتجريتي بتاع الداتا بتاعتك، ده هيبقى شيء مهم. طيب ده موضوع الاوتلايرز. يس يعني ايه تبدلهم؟ يعني ايه تبدلهم؟ مش واضح ليا. يعني كنت عايز اجيب مثلا امتى كان ايه الاكسبلانتوري لما كنت الريسبونس كذا؟ الدنيا مقفوله ولا؟ كان ايه الاكسبلانتوري بارك؟ خلينا نقول اكس واي. كان ايه اكس لما كان واي كذا؟ لو انا بدلتهم انا هتجيب اللي هو هتجيب النقطة على الكيرف، لكن مش هضمن لك ان هي مظبوطة يعني، لان اصلا الكيرف ده بيتوسط نقط كتير حواليه يمين وشمال، فانت هتحط واي هديك اكس، اكس هديك واي يعني. بس عادة الاندبندنت فاريبل هو اللي بيقود الديبندنت. لكن لو انت السؤال بس عاوز تعرف لو بدلناهم، لا مش بدلناهم، لا كلمة بدلناهم دي مش مظبوطة، ما لانه اصلها فيزيكال بروبلم، انت بتحل بروبلم حقيقية. فلما باجي مثلا احط لك انسوليشن مثلا، او بقدر قيمة الاويل اللي انا بستخدمه علشان الفرن، درجة الحرارة هي اللي بتأثر فيا مش العكس. مش حاجة أقول لدرجة الحرارة بصي أنا عندي 5 لتر ما تزيديش، ولا ما في فيزيكالي we have to make sense. It is not just رياضة بدلت التو فاريبلز، لا ماشي كده. لا انا بخلي بالك ان انا ما واي عندي السؤال هو لما تبقى واي بكذا اكس الاكسبكتد اكس قد ايه، بس انا ما بدلتهمش، انا بس معترض على كلمه نبدلهم. هيظل الاكسبلاناتوري والتاني الديبندنت عليه ديبندنت عليه. ماشي تجيبني الكيرف عادي، بس يعني احنا نبدلهم ده هين؟ لا ما تنفعش. الفيزيكال بروبلم بتبقى ستيتد بطريقه ما ينفعش انك انت تقول ايه انا هخلي الواي هي. خد المثال اللي بقول لك عليه ده، لو عندي زيت ماشي يا شباب. نعم وانا ازاي احدد الاوتلاير؟ يعني انا دلوقتي عندي داتا كبيره جدا، فانا مش قادر ابص عليها كل واحده، فانا احددها ازاي؟ بتدور على وسيله تكتشف فيها ان هي بعيده قوي عن الافرج مثلا. يعني لو انت عندك طبعا هي كومن سنس بقى، انت عندك شويه ادوات، انت عندك شويه علم كده، شويه ادوات رياضيه، واخد بالك؟ فانت بتجي بتقول والله انا هعمل حاجه اسمها انا عندي نقط كتير قوي، وزي ما انت بتقول حتى ممكن تبقى بيج ديتا وبتاع، وبعدين عملت حل اسمه الفيرست سوليوشن، وفي نقطة هنا مثلا فيرست سوليوشن دي هي شادة النقطة دي شوية معاها، مش مشكلة، ده الفيرست سوليوشن. وبعدين تبتدي تشوف من الفيرست سوليوشن ده البعد عنه، وتشيل أكتر مثلا 2% بعاد، وتريبيت التجربة دي مرة أو اتنين، واخد بالك؟ يبتدي يعني إيه تبقى شلت الحاجات البعيدة أوي. فهي أنت بتستخدم هنا هي ارت، واخد بالك؟ هي ارت لازم تبقى فاهم، وبتستخدم الادوات العلميه اللي عندك علشان تستطيع انك تجيب احسن نتيجه. مش ممكن الاوتلاير بالنسبه للموديل يبقى مش اوتلاير بالنسبه للموديل التاني؟ يعني لو انا مثلا هقول لك مثال لذلك، بس يس اند نو.
مثلا ال اس في ام از ا موديل، الاس في ام از ا موديل، لو انت عندك مجموعه كده وعندك دي اوت لاين، وعندك مجموعه ثانيه هنا وعندك ده اوت لاير، مش هيأثر عليا. بس ماذا لو كان الاوت لاير هنا؟ فيعني ايه بعض المودلز في بعض الكيسز ممكن يبقى توليرانت فيها. كيس ثانيه، النيورال نتورك ان جنرال فيها شويه اميونيتي. احنا برضو بنحاول نكسكلود النقط الاود دي لانها برضو بتاثر علينا سلبا، بس بطبعها مور توليرانت للايرورز اللي من النوع ده. بس ان جنرال الناس كل العاملين في مجال الماشين ليرنينج يفضلوا انك انت تدرس حاله الاوتلايرز، اما انها تبقى، وده الغالب يعني على الداتا، لو هي الداتا مالتي ميديا داتا، سبيتش ايمج حراره بتاع اللي هي النوع ده كده، انما لو هي حاجه في السوشيال لا، ممكن جدا تبقى كيسز تستحق الدراسه لانها ممكن تبقى ظاهره. خد بالك. طيب في اي سؤال بالنسبه للاسايمنت اللي فات؟ مفيش. طيب عاوزين ندخل على نعرف ال نشتغل في النيورال نتورك شويه. انا طبعا لسه في حاجات غالبا يعني هنرجع لها تاني في المجال الكلاسيكال مهمه، وما زلت بقول انه مش خلاص بقى ديب ليرنينج ومش عارف ايه وخلاص، احنا سيبك بقى من الحاجات القديمه، لا ده ما بتبقاش حاجه حكيمه ان الواحد يسويتش وهو ولسه في حالات الداتا فيها محتاجه انها مش كبيره كفايه، ومحتاجين ان احنا الداتا مش كبيره كفايه ومحتاجين ان احنا نتعامل مع الكلاسيكال تكنيكس، خاصه لو كان ماتيور انف. يعني مثلا واحده من الحاجات الماتيور جدا اللي هي الريجريشن عموما يعني ستيبل قوي والناس فاهماها كويس وويل ستادد، فيري ويل ستادد. فبالتالي اما تروح لباكج وعندك شويه حاجات عشان تعمل بريدكشن وبتاع، هتلاقيها يعني ايه لو اديتها يعني معقوله هتديك نتائج كويسه جدا. هنتكلم على النيورال نتورك. انا بقول بعجل بيها شويه لانها عشان لو الوقت زنق لاي سبب من الاسباب نكون خدنا الدوز الكافي منها، لكن لو جالنا وقت تاني هنرجع لل كلاسيكال تكنيكس. طبعا هي الهيستوري بتاعها يعني شويه في اربعينات القرن الماضي الناس كده نبهوا يعني اليها، وبدا نيوميريكال الناس تتكلم عنها، والحقيقه سنه 80 بدا يبقى فيه رجوع تاني ليها، ووجدوا ان هي ممكن تبقى يعني مش مجرد كده سنجل نيورون ليه خصائص ضعيفه شويه، لا ده احنا لو عملنا مالتي لاير نتورك. وكنا ساعتها برضو احنا ابتدينا يعني كباحثين في الموجه ديت، لكن كنا بنستخدم وان هيدن لير وما نحسش باي قيمه مثلا ان احنا نستخدم اكتر من وان هيدن لير ليه يعني. ولما يعني لما نتمعظم قوي نروح حاطين 100 نيرون 100 يونت، نحس كده يعني كفايه يعني احنا طبعا ما كناش الموجه بتاعت الثمانينات دي انتهت الى يعني لما تيجي تقارن كل النتائج بتاعت النيورال نتورك بالكلاسيكال تكنيكس تلاقي الكلاسيكال تكنيكس احسن. طب وايه اللي وجع دماغنا بقى ونقعد نجرب كده؟ لكن في بعض الحياه الريسيرشرز يعني
منهم واحد مشهور في جامعة تورونتو اسمه جيف هينتون دوت صبر وتنه يعافر وحط يعني جرب بقى ليرز كتير وعدد كبير يعني ممكن يكون 1000-2000 نود في اللاير و5-6 لايرز فمع شوية الصبر وفي ديتا كده مشهورة ام نست هتلاقوا الاسايمنت التاني عليها انا مخففها شوية هو كل رقم هي ارقام ديجيتس مكتوبة بالايد في امريكا وفي لكل ديجيت 10,000 وده عدد كويس 10,000 سامبل مجموعة للتريننج ولا 6,000 لا 6,000 اسف 6,000 وفي 1,000 للتستنج بس انا مخففهم مخلي 1,000 للتريننج و200 للتستنج بالنسبة للأسايم بتاعته لانه كان من كام سنة كده بيجدوا صعوبة في انها تكونفرج معهم على الكمبيوترز الكمبيوترز دلوقتي اتحسنت يعني الموجة الثانية اللي بدأت في 2010 كده لا الموجة الثانية دي كانت موفقة جدا ومن بعدها اكتسحت كل الكلاسيكال تكنيكس بس very hungry for data and for computational resources وبدأت تظهر بقى الجي بي يوز وبتاع من ساعتها يعني. هل لما نيجي ندرس المخ والخلايا العصبية ومتركبة ازاي يعني سبحان الخالق يعني فعلا من بديع خلق الله المخ الإنسان ده